خلينا نشوف تقرير عن المحاور على قولتهم. شوف تقرير. من خلال إحصائيات دور زين السعودي للمحترفين وحتى الجولة التاسعة، عدد الأهداف المسجلة حتى الآن 183 هدف. وسبعون هدف في الشوط الأول ومئة وسبعة أهداف في الشوط الثاني، ما يعني معدل الأهداف لكل مباراة 3.16% من الأهداف. أرقام تهديفية كبيرة، وهذا الأمر يأخذنا إلى احتمالين، إما أن يكون ذلك ضعف في دفاعات الفرق أو أنه دليل على قوة المهاجمين. حقيقة الأمر هناك تذمر كبير من بعض جماهير الأندية من ضعف الجوانب الدفاعية لفرقهم في الوقت الذي يبدي فيه البعض الآخر استياءه من ضعف حاسة التهديف لبعض المهاجمين. شتان ما بين دفاع الأهلي والذي حتى الآن لم يلج في مرمى سوى 5 أهداف، وفريق الشعلة الذي دك مرمى ب23 هدف، وشتان ما بين الهلال الذي سجل مهاجموه 27 هدف، وفريقا التعاون والفيصلي اللذين لم يتمكن هجومهما من التسجيل سوى 7 أهداف. تركي شديد كورة. شكرا تركي، شكرا على هالتقرير والمعلومات اللي فيه. ممتع تركي جداً. بالتقارير والأرقام، قوة مهاجمين، قوة محورية ولا ضعف دفاع. أبو بدر، طب خلينا نروح لوظيفة وارجع لك. قوة مهاجم ولا ضعف دفاع؟ بدون أي تردد ضعف دفاع. كل الأندية تعاني من ضعف دفاع وعمق دفاعي على فكرة. الأندية كلها أظهرتها جدا قوية، عمقها الدفاعي جدا ضعيف. مثال واضح جدا مباراة التعاون والاتحاد، 6 أهداف كلها خلل دفاعي وفي عمق الفريق. لو نعطيك مثال، الاتحاد ما كان يلعب حتى بمهاجم، كان فهد المولد فقط، ومع ذلك سجل 3 أهداف، دليل ضعف دفاع التعاون، ونفس الشيء في دفاع الاتحاد. أنا أقول لك أسوأ موسم للمدافعين الهلال، يمكن اللي كان دفاع قوي في السنوات الماضية، السنة هذه تلقى أهداف جدا سهلة. الشباب نفس الشيء بعد رحيل تفريس. كل الأندية أعتقد أنها تعاني من ضعف دفاعي واضح. لا تماما، يعني الكرة السعودية عموما تعاني من إشكالية قلب الدفاع. ما عاد يعني لنا فترة طويلة، يعني بعد جيل يمكن
الله يذكرهم بالخير صالح النعيمة وأحمد جميل اللي جاء الفترة اللي بعده. ما رحت بعد وراء. لا 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 أترك عاد. دبلي ومدري. عبد الرزاق وداود. لا الدبلي ما كان. الدبلي كان. أقولك يعني. يعني أقصد زمن. كان جناح. فلا الجيل يعني اللي عاصروه البعض آخر من آخر على ما قالوا الدفاع المحترمين كان أحمد جميل وعبد الله سليمان وحمد الخليوي. يبدو اللي بعدها يعني جت فترة أسامة هوساوي. على لاعب لاعب. يعني على لاعب لاعب. ما في خط. كتجد لا إيه عمق لا لم نجد تكامل بين المدافعين. يعني تتفق مع بعض الضفاف إنه مش قوة مهاجمين قد ما هو ضعف في عمق الدفاع. والله هي أكثرها ضعف دفاع أكثرها ضعف قلب الدفاع بالذات. ولاحظ معظم الأهداف عمق تجي من العمق. الظهيرين أحيانا يتقدمون فتجد إنه لا المحور على مستوى أيضا حتى لاعبين المحور ضعيفين. وهذه نقطة مهمة جدا إنه لاعبين المحور أيضا لا زالوا يعني الكرة السعودية أزمتها الحقيقية الآن في أهم المراكز حراسة المرمى متوسطي الدفاع المحور وهذه هي القاتلة جدا اللي هو العمود الفقري للفريق العمود الفقري للفريق. فاصل قصير بعده ونعود للجزء الأخير من الحلقة. كاتب رياضي يطالب باستغلال الفرصة للعمل من أجل مستقبل الكرة السعودية.